الأدميرال غريغوروفيتش هي أول سفينة حربية روسية تدخل بور سودان، حيث تخطط روسيا لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر. ومن المقرر أن تستوعب القاعدة البحرية الروسية 300 فرد يعملون في 4 سفن حربية وأخرى تعمل بالطاقة النووية، وفقاً لاتفاق روسي سوداني تم توقيعه في نوفمبر عام 2020. وبموجب هذا الاتفاق سيسمح السودان لروسيا بالاحتفاظ بمنشآتها في الميناء لمدة 25 عاماً على الأقل مقابل مساعدات عسكرية روسية للخرطوم. هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تسعى موسكو إلى إقامة تحالفات لتعزيز نفوذها الجيوسياسي في إفريقيا وفقاً للخبراء، ويمكن أن تكون أيضاً بمثابة تحد للولايات المتحدة، حيث جاءت بعد أسابيع فقط من توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أمر بشطب السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب. القاعدة البحرية الجديدة هي تتويج لعقود من العلاقات الوثيقة بين موسكو والخرطوم، وتعود إلى عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أسقطته ثورة شعبية عام 2019. ثورة! مع محاولة موسكو تنشيط تلك العلاقة بقاعدة بحرية على البحر الأحمر، وجدت واشنطن نفسها مرة أخرى في سباق مع الروس على مناطق النفوذ. ففي 24 من فبراير الماضي وصلت سفينة USS كيرسون سيتي الأمريكية إلى السودان، وبعد أيام قليلة أعقبتها سفينة USS وينستون تشرشل إلى ميناء بور سودان، وذلك بهدف معلن هو تعزيز الأمن البحري في المنطقة.